نصف تعظيم الله سبحانه وتعالى لهذا القرآن. وكثير منا عندما يصف الله سبحانه وتعالى القرآن عندما ينزل على جبل وهو يتمر عليه الآيات مرور الكرام ولا يتأثر شيء. هو يوجد يعني خصمان فريقان أستاذ فهد، يوجد جبل أصم ويوجد شقي بني آدم، جبل أصم وشقي بني آدم. الفرق بينهما أن الجبل الأصم ضرب الله مثلا وأخبر وهو أصدق القائلين، لو أن هذا الجبل الأصم أنزل عليه القرآن لرأيته، أي لرأيت الجبل الأصم خاشعا من وعده متصدعا من وعيده، فيأتي شقي بني آدم فيكون أقسى قل حد أقسى أشد قسوة من الحجر الأصم والجبل الأصم، فلا يخشع لوعده ولا يتصدع لوعده. ولهذا قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال في الرعد ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. لم يأتي الجواب، جواب لو لم يأتي في القرآن في الآية محذوف، دل عليه المعنى لو كان قرآنا تسير به الجبال تقطع به الأرض تكلم به الموتى لكان هذا القرآن. جواب الشرط محذوف دل عليه المعنى المستقر في قلوب المؤمنين الصالحين العالمين بكلام ربهم جل وعلا. فعظم الله جل وعلا القرآن حتى يزداد تعظيم بني آدم، حتى يزداد تعظيم المسلمين المؤمنين بربهم لكلام الله جل وعلا. لأن هذا ليس بالأمر الهين ولا بالأمر السهل، هذا كلام رب العالمين ينزل به. وأعظم مفخرة لجبريل عليه السلام وقد بارك الله فيه أنه ينزل بوحي السماء إلى، ولهذا عظم الله جبريل لعظم القرآن الذي كان يحمله جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما تكلمت فيه اليهود ببعض كلمات نزل القرآن يبرئ جبريل وينصره ويشهد له بالأمانة، كل ذلك لعظمة ما كان يحمله جبريل وينزل به. والله جل وعلا يقول قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، فجعل عظمة جبريل يعني من أسباب عظمة جبريل وعلو منزلته وأن من عاداه فقد عاد الله، أنه هو الذي نزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد هذا كله مندرج في تعظيم الله جل وعلا لكلامه العظيم الجليل، ولا أحد أعلم بكلام الله منه كما أنه لا أحد أعلم بالله من الله. وأهل العلم يقولون، ربما مر هذا كثيرا على شريف علمك، أن القرآن كله عظيم لكن أعظم ما فيه حديث الله عن الله، أعظم ما فيه حديث الله عن الله. فإذا جاءت الآيات تتكلم عن صفات ربنا وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وما له جل وعلا من كمال الجلال وجلال الكمال، كان ذلك أعظم في النفوس وأشد وقعا في القلوب. وإن امرأ يعني يمكث الليل أو يمكث دهرا أو يمكث دهرا شطرا من حياته يتلى عليه القرآن ويتلى عليه الآيات التي يتحدث الله فيها عن عظمته عن جبروته عن ملكه عن سلطانه عن سعة رحمته، ثم لا يجد في قلبه فرقا ولا خوفا ولا اقشعرار جلد ولا وجل، لا نقول إنه ليس بمؤمن، لكن نقول شتان بينه وبين ما يرجى من كمال الإيمان. ولهذا عظم الله جل وعلا نفسه في ذاته في كتابه العظيم. فالقرآن مصدر تلقي لنا، مصدر حياة، لا شيء نريد أن نعرفه أكثر من علمنا بأوصاف ربنا جل وعلا، وهذا لا سبيل له إلا بالقرآن. وقد قال بعض العلماء إن قول الله جل وعلا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، قال السلف وقل ربي زدني علما بالقرآن، أما غير القرآن الناس في غنى عنه، اللهم إلا سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. عبير الروح حين يفور وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين عبير الروح حين يفور وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. يحلو السير سنايا النور بالتفكير على الأرواح بالتأثير في الخير والبرهان من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان به نمضي مدى الأزمان لا
نرجو سوى الرضوان من القرآن للإنسان على الأفاق والأكوان به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان.